عشان تقول انا ما يعني بقلل البطاله او ما بزودش البطاله. السؤال والتحدي كيفيه تحقيق ذلك. يعني ايه؟ انا قلت لك خلاص، نمو معناها فرص عمل، معناها مشروعات، معناها تحسين الحياه. خلاص؟ ودوله زي مصر عشان تقدر تستمر مع كل تحدياتها محتاجه بمنتهى الامانه، يعني مستحيل، يعني مش مفروض ابدا تنزل عن 6، والا لو نزلت عن 6 هيتاثر حاجتين: مشروعات محتاجاها الدوله ما بتتعملش، في الصحه، في التعليم، في المياه، في الصرف، في الطرق وما الى ذلك. دي نمره واحد. نمره اثنين، مش هتلاقي فرص عمل، وبالتالي هيتاثر الشباب انه مش لاقي فرص عمل، وبالتالي مستوى المعيشه كمان هيبقى متاثر لو ان معدلات النمو قلت عن 6% بالنسبه لدوله زي مصر. عشان كده محتاجين انه، لكن التحدي بقى كيفيه تمويل النمو. ما انت عاوز مشروع هتدبر له فلوس منين؟ يعني الناس بتقول اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، كل حاجه عشان تعملها محتاجه تمويل. ازرع، محتاج تمويل عشان تستصلح اراضي. طب اعمل مصانع، طب ما انت محتاج تمويل عشان تعمل المصانع. طب عندك مشكله ميه، اعمل مشاريع تحليه مياه شرب ومعالجات ثنائيه وثلاثيه وخلافه عشان تحافظ على الميه، وعشان محتاج تمويل. التحدي الذي يواجه النمو هو التمويل، انك انت يبقى عندك تمويل تقدر بيه. فالتحدي ده محتاجين نتكلم فيه فترات طويله، وهو كيفيه تمويل النمو. هرجع للنقطة اللي بعد كده، السياسات المالية، عشان بس ما اطولش وما اخدش وقت طويل. السياسات المالية بتترجم في 3 مؤشرات، يعني أي واحد عاوز يتابع وضع السياسات المالية في الدولة يبص على 3 مؤشرات. المؤشر الأول هو الدولة دي بتعمل عجز أولي ولا فائض أولي. يعني إيه عجز أولي أو فائض أولي؟ عندها إيرادات تقدر تغطي لها إنفاقها ما عدا خدمة الدين. انسى خدمة الدين شوية. عندها ايرادات تدفع مرتبات ومعاشات وتشغل دولاب العمل وتعمل استثمارات وتعمل دعم وتصرف، ولا بتستلف علشان تعمل الكلام ده؟ مصر قعدت فوق ال 20 سنه عندها عجز اولي. والعجز الاولي بقيسه ازاي؟ الفرق بين الايرادات والمصروفات بتاع الدوله باستبعاد خدمه الدين، الفوائد وما الى ذلك. القيمه دي اللي الفرق بين الاثنين دول، يعني المصروفات اكتر، بقسم الفرق ده على الناتج المحلي. ولذلك لازم يطلع، يعني عشان تعرفه لازم تقيسه كنسبه من الناتج المحلي. الناتج المحلي هو ما انتجه المجتمع خلال سنه. مصر قعدت 20 سنه بيتراوح ما بين 3 الى 5% عجز اولي. يا دوب بقى لها 5 سنين بتعمل فائض اولي. اخرهم 30/6 اللي خلص ده. في 30/6 الماضي ده عملنا فائض اولي 1.7%، يعني جبنا ايرادات غطت مصروفات الدوله ما عدا خدمه الدين، وفضل جزء قسمناه على الناتج المحلي ادانا 1.7. هل المؤشر ده كويس؟ ايوه، لانه مش كتير من دول العالم بتقدر تعمل فائض اولي، بل بالعكس الغالبيه بتعمل عجز اولي. فده أول مؤشر. المؤشر الثاني بيسميه العجز الكلي، يقول لك إيه؟ هات لي بقى أنت الموازنة كلها على بعضها، الموازنة كلها على بعضها، إيرادات ومصروفات بما فيها خدمة الدين، واطرح لي الإيرادات من المصروفات، والفرق ده بيسميه عجز كلي بقى بما فيه خدمة الدين، عجز كلي. واقسمه على الناتج وقول لي العجز بتاعك الكلي بتاع الموازنة قد إيه؟ إحنا من 7 سنين كان عجزنا الكلي تقريبا 13%، 12.9. خلاص؟ قعدنا ننزل بيه لغايه ما قفلنا في 30/6 اللي فات ده. في 30/6 اللي فات ده العجز الكلي للموازنه 6.2، وعلى فكره السنه اللي قبليه كان 6.1، وعلى فكره كان المفروض السنه دي وفقا للموازنه كان يبقى 6.1. لكن طبعا الظروف اللي بنمر بيها ملخبطه حاجات كتيره جدا، ولولا اللخبطه دي كان زماننا تحت ال 5%. ادي تاني مؤشر. برضه واحد يقول لي طب هو ده يعني ال 6.1 ولا 6.2 اللي انت بتقول عليها دي حاجه كويسه يعني ولا حاجه مش كويسه؟ بالمقارنه باللي كنت فيه ده 50%، خفضت 50%. مفيش دول في العالم، يعني انا مش متذكر دوله بتعمل فائض اولي غير اللي شفناه
خلال الفترة الأخيرة في بعض الدول الخليجية لأنه عنده إيرادات فبدأ يعمل فائض للموازنة. لكن لو شفت قبل كده في فترة كورونا وما قبلها كان بيعمل عجز. فقليل من دول العالم اللي بتعمل فائض في الموازنة، الغالبية بيعمل عجز. الاتحاد الأوروبي عشان يدخل دولة عنده في الاتحاد ان العجز ما يتعداش 3%. احنا كنا حاطين خطة ان السنة دي نكون 4.5. قبل الأزمة بتاعت كورونا كنا ماشيين بنخفض العجز. فإنيوي في ظل الظروف اللي بنمر بيها يعتبر تخفيض العجز على مدار 7 سنين بمقدار 50% برضو مؤشر كويس. المؤشر الثالث هو مؤشر الدين، الدين بتاع عجز الموازنة، لأنه الدين ده اللي أنا باخد من إيرادات الدولة وبسدد. وهنا أنا مؤشر الدين عندي فيه جزئيتين، جزء الفوائد وجزء أقساط الدين. عامة الدين بيقاس برضو نفس الوضع، هو احنا علينا كام؟ منسوب للناتج المحلي. انا قبل ما اقول في 30/6 اللي هو اللي فات ده او حتى السنة اللي قبلها احنا وضعنا ايه، انا اقول لحضراتكم احنا عملنا دراسة هو الدين بتاع جزء الموازنة للناتج على مدار حاجة واربعين سنة، تقريبا 42 سنة، اقل نسبة كانت فيه كام واكبر نسبة فيه كام؟ اقل نسبة على مدار 42 سنة كانت 79.8. دي كانت اقل نسبة شهدتها مصر على مقر على مدار 42 سنة. اكبر نسبة كانت 158%، يعني الدين مقسوم على الناتج المحلي كان 158%. وانا اعتقد دي النسبة اللي بدأ بها الرئيس مبارك الله يرحمه بعد ما استلم رئيس السادات، لانه كنا خارجين من حرب علينا ظروف صعبة جدا جدا بعد حرب 73 وما الى ذلك، وكان علينا ديون عسكرية وديون لدول الخليج وعلينا ديون للتعربي. الديون دي لم تسقط إلا مع حرب الخليج. في حرب الخليج سقطت الديون العسكرية عن مصر، الدول الخليجية أسقطت ديون بتاعتها عن مصر، والدول الأوروبية قالت طب أنا أقعد معاكم في نادي باريس وخفضوا لنا 50% من الديون اللي كانت علينا، وال 50% التانية عملوها لنا على فترة طويلة ما زال لغاية هذه اللحظة بنسدد فيها، فاضل فيها مليار دولار أو يعني فاضل فيها جزء بسيط يعني ما زلنا بنسدد فيها. طيب إحنا أكبر دين شفناه يعني خلال الفترة الماضية كان من حوالي برضو 7 سنين، وانا يمكن ممكن اقف ونكمل الباقي في المناقشات عشان ما اطولش اكتر من كده، كان 102.8. ده كان من حوالي 7 سنين، 102.8. الدين مقسوم على الناتج المحلي بتاع اجهزة الموازنة تعمل الدولة اللي انا بخدم عليه من ايرادات الدولة، عدنا نخفض فيه لغاية ما وصلنا احنا كان لينا هدف ننزل بيه 75، وكان الهدف في الوقت ده فعلا قعدنا ننزل بيه في 30/6/2020 كان اقل رقم كان 80.8. 80.8. وعلى فكره 30/6/2020 خدنا من مارس لغايه يونيو فتره كورونا، لولا الفتره دي كمان كنا نزلنا تحت 80. ليه؟ الفتره دي بدات ايرادات مصر تقل لانه كانت كورونا قفلنا، السياحه قفلت بالكامل بالكامل، كل فنادق ومنتجعات مصر قفلت، السياح روحوا بلدهم، المواني قفلت، المصانع مش عارف ايه، لازم الناس تروح ده، كل ده خفض ايرادات مصر في الربع الاخير او الثلث الاخير من السنه 200 مليار جنيه. واضطرينا بسرعه نخصص انفاق علشان العماله، عشان المتطلبات الطبيه وما الى ذلك، فحصل اضطراب. الاضطراب ده نتج عنه ان انا ما حققتش الهدف ان انزل تحت 80%، ولكني كان ده اقل 80.8. للاسف الشديد مع كورونا كان عندنا مساحات كويسه وكان وضعنا الاقتصادي بدا يتحسن، حتى وضع العمله يعني الناس اثناء فتره كورونا ما قاست يعني ما كانش فيه يعني تعب نقص سلع او ارتفاع اسعار سلع، لانه المساحه اللي كانت عندي في الموازنه واللي كانت في الاقتصاد نتيجه اتصال اقتصادي بدات اخدها في ان انا احرك الدنيا. وكان الامل ان ربنا يكرمنا نخرج من كورونا ضد عمليه تعافي، وهذا لم يحدث. احنا خدنا السنتين بتوع كورونا قبل ما نقول الفاكسين خلاص وجدناه وما الى ذلك، حصلت موجه تضخميه عاتيه، حصل اضطراب في سلاسل الامداد، حصلت حرب ما زالت شغاله، كل ده عمل لنا دربكه، لانه معاها بدات اسعار المواد البتروليه تضعف، بدات اسعار القمح تبقى اكتر من الضعفين، بدات اسعار المواد الخام تزداد، بدات اسعار الشحن تزيد، بدا
ده مع الحرب كمان احنا كنا معتمدين على السوق الروسي والاوكراني في القمح وفي السياحه، نقصت السياحه جامد جدا جدا، بدا هجره اموال نتيجه لارتفاع اسعار الفايده في اوروبا وامريكا، كل ده عمل لنا دربكه. كانت انعكست في ايه؟ ان الدين للناتج بدا يزيد لغايه ما في 30/6/22 وصل ل 87.4. اخذ في الاعتبار الدين جزئين، محلي واجنبي. الجزء اللي هو بالعمله الصعبه فيه سواء للدين للسوق المحلي او للسوق الخارجي عندنا 110 مليار دولار، حوالي 82 مليار دولار للخارج والباقي لجزء يعني او لمؤسسات داخل الدوله المصريه. ده مشكلته لما بيتغير سعر الصرف وتعيد تقييمه يرفع الدين. فاول جزئيه شهدتها كانت حوالي 5% زياده في 30/6/22 نتيجه تغير سعر الصرف من 15.6 الى حوالي 19. ثم من 1/7/22 الى 1/7 او 30/6/23 سعر الصرف من 19 بقى قيمته في 30/6 مركز مالي الاخير حوالي 30.9. ده عمل معايا زياده في الدين 13% من الناتج المحلي. لما تاخد الفرق ده تضربه في 110 يطلع لك قيمه حوالي 1.3 مليار جنيه 1.3 مليار جنيه. 1.3 تقسمه على الناتج المحلي يزود لك الدين. مش انت ما استلفتش زياده، انت ما استلفتش زياده، هو عاد التقييم سعر صرف بالنسبه للجزء اللي هو الخارجي. وبالتالي فالدين في 30/6 اللي هو 23 لسه ما طلعناش الناتج بتاعه، لكن هو هيبقى 97 بلس اور ماينس واحد، يعني بزياده او نقصان واحد، لا لشيء الا لانه في 13% ناتج عن اعاده تقييم الجزء اللي بالعمله صار. انا لو حيدت ال 13% دول اللي هم بس خلال السنه ال 97 بلس اور ماينس واحد اشيلها انزل ل 84.